Hello, my dear student. We study today Unit 1, Lesson 9, Roundup. Now we go to page 10 on your activity book to check up your answers. من أجل إنه نشيك ونراجع نتأكد من حلولكم بالactivity and your copy book. Okay. You must finish your answers today. كان يتوجب عليكم إنه كملتوا أجوبتكم لهذا اليوم وحلولكم lesson 9 to check up it. على مود نشيكها ونتأكد من عدها. Exercise A الحلول مادة. Exercise A الانسرز الأجوبة. Number 1 lovely بمعنى محبوب. Number 2 delicious لذيذ. 3 terrible مربك. Fantastic 4 5 boring ممل. 6 horrible بمعنى مرعب. Exercise B قلنا write 4 sentences using some of the adjectives in the exercise A. راح تكتبي لي 4 جمل هنا عندنا استخدام الصفات الموجودة عندك ب exercise A. الجمل عندك the meal was delicious. الوجبة كانت لذيذة. زها is lovely. زها محبوبة. The weather is terrible. الجو مربك. This book is boring. هذا الكتاب ممل. Okay. Now we go to page 11. Exercise C. Joining sentences with and, but, or. باستخدام أدوات الربط. تربطين الجمل باستخدام أدوات الربط and, but, or. عندنا examples موجودة عندنا هنا لشرح ومراجعة استخدام الـ and والـ but or. The burger was huge. It was delicious. تلاحظين جملتين اثنيناتهم بحالة الإثبات. من تكون عند جملتين بحالة الإثبات جملة مثبتة وجملة مثبتة متشابهتان بالمعنى نحط نربط بينهم بـ and بمعنى و. The burger was huge and it was delicious. أحمد ساو an American football match. أحمد ساو شاهد American football match. جملة مثبتة. الجملة الثانية he didn't like it. لم تعجبه أو لم تترق له. من عندنا جملة مثبتة وجملة منفية نربط بيناتهم بـ but لكن. Okay. مثل ما موجود بالجملة حل هنا. قبل ما تضعين but نخلي كما قبل البات. You can have a sweater. You can have trainers. يمكنك أن تأخذي أو تمتلكي السويتر بلوزة. You can have trainers. يمكنك أن تشتري أو تتبضعي بالحذاء الرياضي. جملة بالثالثة You can't have both. لا يمكنك أخذها أخذ كلتاهما. هيك عندك يعني عندك خيارات يا أما هاي يا أما هاي. You can have sweater or trainers. بهاي الحالة ماكو داعي تكررين الموجود المكرر بالجملة الثانية راح يحذف. Okay. Now join the following sentence. أنا طلبت من عندكم إنه تربطوا لي هذه الجمل وتشيكون وتشوفون حلولي هذه الجمل باستخدام أدوات الربط and, but, and, or. قبلها خليني أعطيكم شوية ملاحظات عن أدوات الربط. الـ and تربط بين جملتين مثبتتين مثل ما لاحظتوا هنا. الـ but تربط بين جملتين أحدهما مثبتة والأخرى منفية ونضع فارزة قبلها. يعني قبل البات لازم تضعين تخلين فارزة كما. الأور تستخدم للتخيير بين شيئين أو أكثر ويكون هناك تكرار في 3 جمل. يجب حذف التكرار في الجملة الثانية. أوكي مثل ما لاحظتوا هنا. You can have a sweater. You can have a trainer. You can't have bath. بالجملة الثانية you can have راح تحذفيها. You can have sweater or trainers. زين خلينا نجي على
النقطة الأولى exercise C. The cheetah is beautiful and is very fast. شلون ربطناها؟ ربطناها ب and. لاحظ الجملتين مثبتة، لذلك ربطنا ب and. I can play chess and netball. I can play chess. I can play netball. عندنا المكرر حذفناه. I can play chess and netball. I can't play volleyball. لاحظي هاي الجملة بها جملتين مثبتة والجملة الثالثة منفية. إيش راح يسوون هنا؟ I can play chess and netball, but I can't play volleyball. لكن لا أستطيع لعب كرة الساحل. نربط الجملة الأولى والثانية بand مع حذف التكرار في الجملة الثانية، ونربط الجملة الثانية الثالثة ب but. مثل ما سوينا فوق. زين. 3. Elephant live in Africa. Elephant live in India. Elephant don't live in Iraq. أول شيء راح نسوي راح نعوض الإليفنت بضمير. أوكي؟ ما يصير كل شوي نكررها. الإليفنتس. إذن Elephant live in Africa and India. المكرر يحذف. Elephant live in Africa and India, but they عوضنا they don't live in Iraq. هم ما يعيشون الفيلة بالعراق. عوضنا بالضمير they، هذا الضمير they عوضنا به بالجملة الثالثة. Do you want الرابعة do you want fish or dinner for dinner? Do you want meat for dinner? المكرر راح يحذف. Do you want both؟ هل تريد كلاهما؟ إذن أكيد المكرر بالجملة الثانية سيحذف. Do you want fish or meat؟ لأن عندنا خيارات، يخرج خيار بين الفيش or meat for dinner، or do you want both؟ أو تريد كلاهما. نربط بor ويحذف التكرار الموجود في الجملة الثانية مثل ما لاحظتوا. الخامسة my friend went to London. He went to Paris. إذن ذهب للندن. He went to Paris. He didn't go to New York. المكرر سيحذف. My friend went to London and Paris. Okay. But he didn't go to New York. But he didn't go to New York. نربط الجملة الأولى والثانية بand مع حذف التكرار الموجود في الجملة الثانية، ونربط الجملة الثالثة ب but. Now we go to page 12 on your activity book, page 12. In exercise D, write sentences. كتبي لي جمل. What do you often eat? باستخدام ظروف تكرار. على الأغلب أنت ماذا تأكلين؟ I often eat rice. أنا على الأغلب أكل rice. الرز. What do you sometimes eat? أحيانا ماذا تأكلين؟ I eat sometimes fish. What do you never eat? I never eat spaghetti. Okay, this is all about our lesson today. See you later.